اهلا بيكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا بنستكمل النهارده حلقتنا. وكلامنا النهارده الحقيقه هيكون عن الجمال، الجمال اللي بيطلع علينا من بين الزهور، سواء كانت زهور طبيعيه او زهور صناعيه، ففي النهايه بنلاقي انها مناظر طبيعيه. الحقيقه مع اضاءه خفيه، مع لمسه جماليه، مع ممكن نقول بحيرة صناعية، بيخلق لنا صورة جميلة جدا وطبيعية. ممكن كل الناس بتبقى شغلها أسئلة كتيرة جدا خاصة بالأسرار الخفية اللي ممكن تكون عن النباتات المنزلية، اللي ممكن تكون تكون لنا يعني حدائق داخلية أو خارجية. عايزين نعرف تفاصيل كتيرة جدا عن التصميمات، التنسيقات الخاصة بممكن نقول الحدائق وتنسيقها. ممكن أعمل ده جوه بيتي بتكلفة اقتصادية على قدر المستطاع، لأنه مش كل الناس برضو بتبقى معاها الامكانيات اللي ممكن تخليها تعمل لمسه جماليه. كلنا بنبقى عايزين نفتح تاني يوم او الصبح كده نلاقي البلكونه في منظر جميل، في زرع جميل يخليك تاخد طاقه جميله جدا تستكمل بيها يومك، تخليك تاخد يعني تفاؤل. الزرع ليه يعني انطباع شديد جدا على نفوس اي، مش بس المصريين انما اي ناس في اي عالم، لازم بيديها طاقه جميله جدا. عايزين نهتم بالزرع ده وندخله لبيوتنا، بس ازاي؟ ننسقه بشكل جيد ونختاره كمان، ونتفادى اي عوامل او سلبيات ليه، ممكن تجيب لنا حشرات، ممكن يعني يموت مننا، حاجات كتيره جدا بنبقى خايفين مننا عشان ندخل الزرع ده وننسقه في شكل جمالي في بيوتنا وايضا بتكلفه اقتصاديه مناسبه. خلونا النهارده هنتكلم عن التفاصيل كتيره جدا مع الباشمهندس محمود الفوال، مهندس النباتات الزينه وايضا تنسيق الحدائق. اسمحوا لنا نرحب بيك. اهلا بيك. وسهلا بيك باشمهندس محمود. يعني النهارده بنشوف اي مشروع جديد، مشروع سواء سكني او قريه سياحيه، بنعرض لكومباوند جديد، دايما بنلاقي عبارة مساحات خضراء مساحات خضراء مساحات خضراء. طيب المساحات الخضراء دي عايزين نعرف منك أهمية هذه المساحات الخضراء، هل هي بس منظر ولا منظر وليها فوائد تانية؟ يعني ازاي نكبر المساحات الخضراء؟ خلينا نعرف مع حضرتك الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقول لحضرتك بالنسبة للمساحات الخضراء قديم غير دلوقتي. الأول كانت المساحات الخضراء ترجع لصاحب المكان، الأونر، سواء قرية سياحية أو كومباوند أو فندق، زي ما هو عايز بيعملها تلت المساحة، ربع المساحة، أي مساحة هو ترجع له. لكن دلوقتي بقى فرض عليه تلت المساحة الموجودة من الكومباوند لازم تكون مسطحات خضراء. ليه؟ لأن الأول كان السبب الرئيسي في إن الواحد يسكن في أي فيلا بيبقى عايز الفيلا بس، بيفكر في الفيلا كم غرفة كم أوضة كده، لكن دلوقتي لا، بقى يفكر في المسطحات الخضراء، إيه الفيو بتاعها، إيه؟ هل الفيو بتاعها حمام سباحة أو بحر أو نباتات زينة أو أي مسطح أخضر. لكن دلوقتي بقى لو رحت أي مدينة جديدة هتبص تلاقي طريقك على بال ما توصل للسكن بتاعك لازم يكون يمينك وشمالك مسطحات خضراء، لان المسطحات الخضراء دلوقتي بتمدنا بالعنصر المهم عشان الحياه اللي هي الاكسجين. من غير ما وجود نبات مش هيبقى موجود اكسجين عشان يحصل عمليه تبادل الغازات ما بين النبات والانسان. اكيد جدا. لو قلنا يعني تصميمات، ابتكارات، يعني تنسيقات، فبتتلخص في كلمه واحده، لاندسكيب. لاندسكيب ده لو جينا نتكلم عنه وقلنا هل بيشترط بالمساحات الكبيره فقط، ولا ممكن كمان لو انا عندي مساحه صغيره في حديقه منزلي ممكن اعملها لاندسكيب، وبشكل عامل ازاي ممكن يصل؟ ممكن جدا اي مساحه تعمل فيها لاندسكيب، حتى لو 50 متر 100 متر، بس كل المساحه ما بتكبر كل ما بيدي للمهندس براح ان هو يقدر يتفنن فيها ويخترع في تنسيق المسطح الموجود. ده يعني لو مساحه 100 متر غير ما تكون الفدان، مساحه 100 متر هتخلي الواحد بيفكر في عدد معين من النباتات، لان كل نوع نبات ليه مكان معين. النبات الموجود قدام بلكونه غير النبات الموجود قدام سور، غير النبات اللي موجود في مكان فاضي. مكان قدام بلكونه يبقى لازم ارتفاع النبات ما يعلوش عن متر 2 متر لو دور ارضي، لكن لو في سور، السور لو ارتفاع 10 متر لا، في نباتات توصل ل 10 متر. لكن لو في مساحه كبيره مثلا 100 متر مربع ممكن نديها نجيله، حوالين نجيله ممكن نعمل اي كفرات بحيث نعمل اسوار اسياج صغيره برضو على ارتفاع 50 سنتيمتر. في نباتات انت ليك الحريه ان انت تعليها زي ما انت عايز حسب
تربيتك ليها. حوالين النجيله ممكن نعمل المسطح بالكفرات ديت، لكن حوالين السور لو في ناس مثلا بتبني سور مثلا بالطوب، بس الفيو بتاع الطوب ده بيبقى بالنسبه له مش منظر مريح للعين، فبيحب يزرعه في اكتر من نوع، بيزرع تحت السور دوت على نفس الارتفاع بتاع السور. لو السور 3 متر بيديله نص متر زياده يبقى 3 متر ونص، لكن في وقدام السور ده النبات ممكن يزرع برضو اي بقى اي حاجه بقى بتدي الوان تحت السور. يعني دايما الاسوار او السياج اللي بتبقى موجوده بيبقى لونها اخضر. جميل. زي النباتات الموجوده زكاة الفيكس لكنه كارب. حضرتك لفت نظر لشيء مهم جدا، يمكن كلنا عارفين فوائد الزرع، عارفين ان الزرع بشكل عام هو الرئه بتاعه الحياه، لانه بيتغذى على ثاني اكسيد الكربون ويطلع مكانه اكسجين، واكيد شكله اخضر وجميل ومريح للنفس. دي مواضيع يعني ما بنختلفش فيها، ولكن في خطا او مجموعه من الاخطاء بيقع فيها دايما اللي عايز يعمل مساحات خضراء سواء في بيته او في الكومباوند أو قدام العمارة. بنشوف ناس كتير جدا بتجيب أشجار وتزرعها بشكل عشوائي، الأشجار دي مع مرور الوقت بتكبر ونلاقيها قفلت على شبابيك وقفلت على بلكونات، وابتدت تبقى ناقل للحشرات وناقل للحيوانات الزاحفة زي البرص يعني وكتير، والخفافيش النهارده بقت يعني في مشكلة. فأنا عايزك تلفت النظر بس لأهمية وجود منسق محترف لموضوع نباتات الزينة، لأن الزراعة العشوائية لنباتات الزينة النهارده أحيانا بتخلي المنظر سيء. ما عشان كده حضرتك نرجع ونقول التخصص مهم في كل شيء. التخصص مهم في الطب، ما ينفعش تروح لصيدلي تقول له انا ابني تعبان سخن يديك اي حاجه، لا روح للدكتور يديك روشته. التخصص موجود في الزراعه، يعني الزراعه كلمه زراعه نفسها ديت كلمه عامه. انا قلت لحضرتك قبل كده ان الزراعه، انا دلوقتي شغال في نباتات الزينه، ما ينفعش برضو اروح لواحد بتاع صناعات غذائيه خريج كليه الزراعه بس صناعات غذائيه وتقول له نسق لي الحديقه دي. نفس النظام، ما ينفعش واحد يجي من نفسه كده يطلع على المشتل معاه مبلغ يروح يشتري شويه زرع يحمل عربتين ثلاثه زرع وينزل ويزرع، تبص تلاقي الطويل ورا القصير والقصير في مكان ثاني، تبص تلاقي بيزرع عشوائي في نباتات ظروفها الطبيعيه ان هي بتطول، ما ينفعش يزرعها في مكان قدام زي ما قلت قدام بلكونه او في مدخل. في نباتات متفرعه، المدخل بتاعي عرضه مثلا 3 متر، ما ينفعش ازرع نبات شجرتين في اليمين وفي الشمال يبقى تفرعهم هيقفل لك المدخل، لا انت لازم تزرع النبات بيطول طول معين بحيث بعد كده يعمل لك شكل معين يدي منظر جمال. فعشان كده لازم نراعي كمان النباتات اللي حواليه، لان ممكن نبات يكبر شويه يضلل يحرم النباتات اللي تحت منه من عمليه التمثيل الضوئي ينشر فيها الامراض الفطريه والبكتيريه عشان كده وهو موجود في المشتل لازم يستشير المسؤول عن المشتل، اذا كان المشتل ده الموجود في المشتل ده مهندس نباتات زينه او فني موجود، الفني برضو عنده خبره لانه عنده خبره عمليه، هي هو بقى هيروح معاه ويقول له نزرع دي في المكان الفلاني ودي في المكان الفلاني. وحتى عمق الشجره، في شجره عمقها شجره وتديه جدرها وتدي بينزل لتحت، ما ينفعش مثلا ازرعها في مكان في عندنا مثلا واحد بيعمل تحت مثلا ايوه تحت ده كابلات كهرباء، او في واحد بيبقى عنده مثلا في البيت بيعمل خزان ميه خزان صافي صحي، الخزان دوت منظر من فوق منظر غير جمالي بالمره، فبيحب يكسيب اي مسطح اخضر، ما ينفعش يزرع فوق منه شجره. فدي هو لو بيزرع شجره زي في اشجار وتديه هتحصل مشكله، يا اما في الشجره يا اما في الخزان. يا اما في الخزان صحيح. الشجره هيجي بعد 5 6 شهور وتموت، هو يقعد يلف حول نفسه ماتت ليه؟ لانه مش عارف انه زرعها غلط. ده مش مكانها. وكذلك لو زرعها فوق السور. خليني اسال حضرتك لو احنا عايزين نتكلم عن اللمسات الفنيه للمسطحات او المساحات الخضراء اللي ممكن نعملها عندنا في بيوتنا، ازاي احنا ممكن نعلم دلوقتي مشاهدينا الكرام اللي حابب فكره دلوقتي يعمل حاجه زي كده في بيته، ممكن يكون عنده مساحه صغيره جدا سواء كانت حديقه قدام البيت او ممكن تكون حتى البلكونه اصغر بكتير وصغرناها لدرجه وصلنا للبلكونه، بس هم نفسهم في الخضره اللون الاخضر يعم عندهم البيت، لو عايزين نديهم ونفيدهم اكتر ونقول لهم يعني حاجات على ارض الواقع وفي نفس الوقت تناسب التكلفه، نقول لهم نصائح عامله ازاي؟ النصائح البلكونه تحديدا بيبقى دايما البلكونه مستطيله فيها اركان، الركن ده ليه نوع معين من النبات، في نباتات قائمه مثلا زي الدراسينا مثلا تتحط في الركن، في نباتات مثلا زي الشوفولير لا ممكن في المنتصف، ممكن نجيب ريحان في اثار صغير اثار 50 سنتي 40 سنتي تنحط فوق البلكونه يبقى اخدت الريحه واخدت المنظر الجميل كمان. في الفل، في نباتات زي الشمدوريا، في نباتات مثلا ده لازم نلاحظ حاجه ان البلكونه دي هل هي مواجهه للشمس
ولا مش مواجهه للشمس. اه دي هتفرق في ايه بقى؟ اه طبعا دور الشمس مهم جدا. ظل بقى ونباتات نظر. اه في نباتات نصف ظل، في نباتات ظل ونباتات شمس، في نباتات نصف ظل. نصف ظل دي هي بقى اللي احنا بنشتغل عليها في البلكون، لان الشمس بتجي لها مثلا 3 ساعات في اليوم، 4 ساعات في اليوم، 6 ساعات في اليوم. في بلكونه ما بتجيلهاش الشمس خالص لو هي واجهه اتجاه مختلف عن الشرق والغرب. نعم. الشمس ما بتجيلهاش خالص. ساعتها بقى في نباتات الشمس مهمه لها جدا، في نباتات الشمس صعب ان هي توصل لها، لان لو وصلت لها هتقضي عليها هتموتها. وفي نباتات تانية ممكن نستخدمها داخل البيت وهنحتاج كل اسبوع نطلعها في الشمس لمده ساعه او ساعتين عشان نعمل لها ريفريشنج. اهم حاجه بقى في العنايه بالزرع ان انا ما مش عشان خاطر اخلي الزرع يلمع وبتاع مش عارف ايه، اروح للراجل بتاع المشتل هيديني سبراي المع وبتاع مش عارف ايه، المنظر هيبقى حلو في الاول، لكن مره في الثانيه في الثالثه النبات هيموت. ليه؟ لان السبراي دوت في بعض انواع السبراي اللي مش موصى بيه بيسد الثغرات بتاعه النبات، لان النبات بيتنفس النبات بيتنفس زي زيك بالظبط. بيعمل النبات بيعمل نتح وعمليه تبادل الغازات ان هو يمتص ثاني اكسيد الكربون ويديك الاكسجين. انت بقى بالسبراي دوت ممكن تسد المسام بتاعتها، وفي نفس الوقت برضو السبراي دوت بيبقى مكان لوجود الحشرات اكيد، عائل الناموس او الذباب يلزق عليه بيلزق عليه. فانت لازما تكون واعي للنقطه دي، واعي للنقطه دي. ممكن لو واحد امكاناته بسيطه بقطنه بشويه ميه ويمسح عليها كده ويشيل شويه الترابه برضو، لان غلط ان التراب يبقى موجود على الورقه من فوق او من تحت. طب فرصه حضرتك موجود معانا يعني ناخد منك كده استشاره مجانيه بقى، يعني اكيد في قطاع كبير جدا من الساده المشاهدين نفسهم النهارده يدخلوا 4 أو 5 نباتات في البيت، فحضرتك قول لي كده على 3 أو 4 نباتات، يعني حاجه تتحط في الركن، حاجه تنفع للصالون، حاجه تنفع لاوضه النوم، حاجه ينفع تتعلق على السقف، يعني اعرف منك كده، وما يكونوش محتاجين عنايه كتير، ما يكونوش محتاجين يعني متابعه شديده، ويبقى شكلهم ظريف في البيت. في نباتات مثلا بتتحط قدام اي عمود موجود في الصاله. أيوة. مثلا زي ايه كده نبات ايه؟ زي مثلا الشوفليره. تمام. الشيفولير. الشيفولير ده اسمه التجاري كده يعني، لما يروحوا يسالوا في الشيفولير اكتبوا بقى ورقه وقلم كده اعزائي المشاهدين واكتبوا معانا شيفولير. شيفولير عندنا في شمادوريا. شمادوريا في ديفنباخيا. طب دي واحده الشمادوريا دي شكلها ايه؟ الشمادوريا زي اشباه النخيل كده بالظبط. ايوه. ووراها رفيع كده زي النخله البلدي كده بس على صغير جدا. دي ممكن تحط في الاركان مثلا. لا لا تتحط في الاركان. الدراسينا افضل حاجه. الدراسينا اليوكا برضو. ليه؟ ليه الحاجات ديت لها صغاق قائمه يعني بتديك ارتفاع وورقها في مكان معين، لكن الشوفليره او الشمادوريا ديت ورقها لها اكتر من ساق متفرعه، فمحتاجه حول منها خالي معمره، مش محتاجه رعايه كتير. لا لا بص كتير. كلمه لو احنا اطلقنا مش محتاجه رعايه ديت كتير دي، لا يبقى احنا كده هنقع في الخطا. لكن لا رعايه بس رعايه بسيطه بسيطه. الري في الشتاء غير في الصيف طبعا. في الشتاء كل 15 يوم بنديها بق وميه، بق ميه كوبايه ميه قد كده، لكن في الصيف لا كل 4 أو 5 ايام. غير الميه برضه ممكن يرعوا بيها الزرع بتاعهم، حاجات يجيبوها يساهموا في انه يخلوا الزرعه تفضل حيه. في طبعا، بس احنا بنقول الميه ديت اهم شيء اساسي. حتى لو احنا جبنا اي سماد، السماد ورقي من عند من المشتل او من المحلات اللي بتبيع الاسمده، برضه هنخلطها بالميه هنخفف. سماد ورقي. سماد ورقي في انواع. كنا في عيد الحب امبارح، واعتقد يعني انا عايز اسالك سؤال بقى بعيد عن الزينه خالص. في ناس كتير جالها بوكيهات ورد امبارح، وانا واحد من الناس اللي جبت بوكيهات ورد. يا جماعه عايزين نحتفظ ببوكيه الورد ده اكبر فتره ممكنه، يعني نصيحه كده على السريع. لا البوكيه الورد عشان خاطر تحتفظ بيه يبقى هتقدر هتشيل بقى الورده وتحطها في كوبات ميه بسكر. ميه بسكر. عشان حتى طب والناس اللي قالت نحط اسبرين في الميه دي، الكلام ده مش سليم؟ لا لا مش موضوع مش سليم، هو قصده يعني ايه الاسبرين فيه ماده بتساعد على حيويه الجدر شويه وبتاع. في سلسالك اسد الاسبرين اعتقد. لكن هو في ده فتره قليله عشان خاطر عايزين نحتفظ بس يعني الناس بس ما تفكرش ان هي هيقعد عندها فتره كبيره يعني. لان اغلبيه الازهار ديت ازهار قطف يعني في وقت معين وبعد كده بتطفو وتموت. يعني نحافظ على اكبر فتره بشويه ميه بسكر كده. شويه سكر كده فتره. واسبرينه ولا بلاش؟ بس اوعى بس المدام بقى او اللي انت جايبها هتزعل، لان حلاوه البوكي الورد في منظره في تجميعته. اكيد اكيد. وتحتفظ بيها ده افضل حاجه. اكيد. لو قلنا كمان على نقطه مهمه جدا حقيقه، الامراض اللي ممكن تصيب النباتات دي نتعامل معاها ازاي، وكمان الناس اللي ممكن تكون بتقع في خطا ما وتبقى عايزه تكمل المنظر الجمالي فتحط اضاءه وزرع وتزيد
توزع الاضاءه دي، بيقال ان الاضاءه دي ممكن تحرق الزرع وممكن تاذي الزرع وممكن تجيب له امراض، فكلمنا على النقطه دي وعلاقتها بالاضاءه. الامراض اللي بتصيب نباتات الزينه، هو الراجل المسؤول عن نباتات الزينه هو يعني في ايديه فرصه كبيره افضل من الراجل اللي هو مسؤول عن الخضر والفاكهه والمحاصيل اللي هي المثمره. بتاع نباتات الزينه التركيز المبيد مهم جدا طبعا، بس بعكس نباتات الخضر. الخضر لا، لازم نشتغل في تركيز معين، لان بعد كده الخضر ده ممكن تتصدر، المحصول ده ممكن يتصدر، لكن نباتات الزينه لا، ممكن التركيز يقل او يزيد حاجه بسيطه. لكن مثلا الاصابات الموجوده في نباتات الزينه، مثلا الدوده دي اهم اصابه، لان الدوده اما تيجي على النبات اذا كان نجيله مثلا تحديدا او اي نبات تاني. في نبات الباقي دي، ودي عملت لنا مشكله كبيره السنتين اللي عدوا دولت على نبات زي مثلا الهيبسكس. النبات بيطلع زهره ونبات شكله جميل جدا، خصوصا الزهره بتاعته في حمراء في بينك في اصفر، لكن الباقي دي ده قضى عليه تماما في الفتره اللي عدت ديت، وعاملين مشكله كبيره. للاسف وقتنا اذف، بس يعني الكلام عن الزهور اكيد وتنسيق الحدائق مش هيكفينا، اكيد فقره واحده عايزين، وان شاء الله هيبقى فقرات وحلقات كتيره جدا هنستكمل كلامنا ونفيد مشاهدينا الكرام. بنشكر البشمهندس محمود الفوال مهندس نباتات الزينه وتنسيق الحدائق، بنشكرك جزيلا. كنت ضيف جميل وعزيز على قناه مصر الزراعيه، وبنشكرك على المعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها. اعزائنا المشاهدين، اذا كنتم ناويين فعلا تعلموا اولادكم أولى مبادئ العطاء والمسؤولية، هاتوا نبات زينة وخلوا الطفل هو اللي يسقيه بنفسه. أظن يعني حاجة بسيطة قوي، نخلي أطفالنا هم المسؤولين عن جدول ري ورعاية النباتات الزينة. في السن الصغير ده إحنا كده بنزرع فيهم العطاء، بنزرع فيهم البذل، وكمان بنزرع فيهم حب الخضرة والجمال. أعزائي المشاهدين، لسه مكملين معاكم فقراتنا الحوارية، لكن بعد الفاصل تابعونا.